السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. فترة طويلة صار ما مسوي لكم فيديو. اليوم حالفنا الحظ زرنا بحيرة سيبان توجهين إلى ديليجان، فحبيت أن أقول لكم المشاهد هذه بحيرة سيبان في ظروف الجائحة كورونا. اليوم 4 أغسطس 2020، نحن متوجهون إلى ديليجان. أمس كنا في بحيرة سيبان، أردنا أجواء بحيرة سيبان، والآن درجة الحرارة 13 درجة مئوية. ما أريد أوصف الطبيعة، تشوفوها بالفيديو وأنتم قايم بالوضع. إن شاء الله تزول الجائحة ونلتقي في ارمينيا. وصلنا ديليجان قرب منطقة شوفينجيان، كان جميل
جدة. راح أصور مشهد من فوق شاهد. هذا فندق، هذه الغرف ماله.